كان عندك شي حولي غالي على هذا ولا؟ كان عندي حولي. شحال الثمن ديالو كان؟ كانت عندي مليون فرانك. حولي مليون فرانك اللي كان عندي. وهذا 8500. 8500 تبارك الله. درهم اخوتي 2000 درهم حولي 2000 درهم اقطيوط. هذا شحال الثمن ديالو؟ 1500. 1500 العام اللي فات شحال كان الثمن ديالو؟ 1000. 1000 درهم. 1000 درهم 1100 1050 المهم على حسب. هذا شحال؟ هذا 200. هذا 2000 درهم. 2000 درهم. دابا ملي كيجي عندك مواطن كيسمع على الاثمنه هذا شنو كيمشي بحالو؟ بسم الله. اجي 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 بسم الله. دابا هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 190. 190. 190 اه تبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نسقسي شحال البركه هذا؟ هذا شنقولوا فيه 850. 8500 درهم. اه 8500. شمن جهه؟ سيدي بنور دكواله. بنور هذا العام هذا كاين شي مليح؟ كاين شي اثمنه مناسبه؟ كاين المليح وكاين اخويا التمام. العلف غالي. العلف غالي بزاف اخويا. دابا هذا هو راس السوق عندك 8500 درهم. هذا هو راس السوق عندي اخويا. كان عندك شي حولي غالي على هذا ولا؟ كان عندي حولي. شحال الثمن ديالو كان؟ كانت عندي مليون فرانك. حولي مليون فرانك اللي كان عندي. وهذا 8500. 8500 تبارك الله. والثمن الاخراني ديالو شحال كيبقى هذا؟ خلوا لي 8000. 8000 تنقص ديك 500. حيدوا لي من ديك 500 اخويا. تبارك الله. اللهم ياك. سداسي هادو نقول لهم رباعي ولا شنو؟ سداسي سداسي سداسي. شحال العمر ديالو؟ 8 5 سنين. هذا الثمن. هذا التحلق ما عمرو تيشرف الحاولي. راه يقدر يكون اسنا الحليب ويجيب جموع في دقه كاع فهمتي. ما عمرو تيشرف الحاولي. هذا الاخوان يشرفوا الماكله الا ما كنتيش مالي فيه. هذا الاخوان الثمن ديالو 8500 درهم حاليا. هو ورا السوق اللي كاينه دابا ياك؟ ورا السوق. هو ورا السوق. تبارك الله. هذا شحال الثمن ديالو؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بخير اخويا. الاثمنه العام شويه طالعه حيت كان ترونسبورتر حتى هو مع المازوت تزاد ولاو الكاميون حتى هما تزادوا ب 2000 درهم ديال الزياده والحواله طالعين شويه هذا العام. ترونسبور العام اللي فات شحال كان كيجيبكم؟ ايوا 500 درهم. هذا العام 700. 2000 درهم ديال الزياده. ايوا والعلف حتى هو طالع وكان شويه الغلا. الناس شاده الغلا. ايوا شحال شحال اغلى حاولي عندك كاين هنا؟ ايوا كاينه من 400 350 300 هايده. ورينا عندك الحاولي ديال 400 تقدر توري هنا؟ 400 ها هو ها الحولي ديال 400. هذا تنطلبوا فيه 400. هذا شحال ديال الخنيفره؟ هذا شحال؟ هذا 400 وسمين. هذا 4000 درهم. 4000 درهم والسلعه ديال الخنيفره ديال الاطلس. ولكن غالي بزاف 4000 ولا؟ ايوا كاين المصاريف. دابا هذا العام اللي فات شحال كان يكون ساوي؟ ايوا تا ديال 350 بحال تزاد 500. يعني تزاد 500 درهم؟ 500 درهم اللي تزاد هذا العام. وارخص حولي عندك هنايا شحال؟ 300. ارخص 300. 3000 درهم؟ 3000 درهم. فين هو وريه لي هنايا؟ هكاك ها هو. هذا 3000 درهم؟ هذا 3000 وثني. ولد عام وثلاث شهور. دابا 3000 والعام اللي فات شحال كان يكون واصل؟ 250. يعني 500 درهم. هذا الشيء اللي كاين اللي عطى الله. يعني ما كيبانلكش تزاد الغلا بزاف؟ ايوا المصاريف اللي تزاد على كل شيء. كل شيء تزاد هذا العام، لا المسألة الحوالة كل شيء، المصاريف كل شيء تزايدة. نعم؟ كل شيء كل شيء تزاد.
وكل العام غالي شويه كل المصاريف وكل شيء زاد. دابا هاد 3000 اخر ثمن ديالو شحال تخلي هذا؟ واخر ثمن 3000 ما نقدرش نقلع شي حاجه منها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مديري عن سقسك كاين شي مليح كاين شي تمام مزيان؟ كاين السلعه مزيانه والثمن كاين هذا العام. شحال؟ كاين 210 200. يعني واش الثمن طالع هذا العام شي شويه؟ طالع الثمن هذا العام غالي العلف، السياره، مازوط. يعني كل شيء غلا. كل شيء غلا. شحال دابا شحال الى اجي معايا؟ هذا شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا شحال؟ هذا 200. هذا 2000 درهم. 2000 درهم. تبارك الله. السلام. هذا العام اللي فات شحال كان الثمن ديالو؟ ها؟ هذا العام اللي فات شحال كان الثمن ديالو؟ يدير 160 170. يعني شحال الزياده؟ هذا 2000 درهم هذا راه نشوف. هذا العام 210 200. ولكن حاجة مزيانة واخا. 2000 درهم اخوتي. ها؟ 2000 درهم حاولي 2000 درهم اقطيوط. دابا هذا 2000 درهم. زاد حاولي 1000 درهم شحال غايكون؟ الحاولي 1000 درهم قداش غايكون؟ ها؟ ما عندك هنا الحاولي 1000 درهم؟ لا ما كاينش، لا ما كاينش. لا ما كاينش. هاد العام ما تلقاش واخا الدور تضيع. الثمنة شحال عندك توصلها هنايا؟ الثمنة وصلت عندنا 400. يعني راس السوق 400 ولا؟ 4000 درهم. 4000 درهم، تقدر تورينا هذا 4000 درهم؟ كاين. وريه لنا. شحال الثمن هذا؟ 4000. هذا كنطلب فيه 4000. 4000. والعام اللي فات شحال كان يقدر يكون الثمن هذا؟ وهاد العام فيه كنا كنبيعو ب 350 بحال هادو. يعني 500 درهم زياده. 500 درهم زياده. شنو السبب باش؟ السبب هو المازوت. المازوت زاد، ترونسبور زاد، العلف زاد. ترونسبور العام اللي فات شحال كنتو كتجيبو؟ كنا كنجيبو ب 350. 350 درهم ولا؟ ولا 3500؟ 7000. 7000 درهم. 7000 درهم؟ ايه. ودابا شحال كتجيبو؟ هاد العام 500. دابا ملي كيجي عندك مواطن كيسمع هاد الاثمنه هادي شنو؟ كيمشي بحالو. كون ما قادش نشري الثمن هذا كيمشي بحالو. وارخص ثمن عندك هنا شحال؟ أرخص ثمن أنا عندي 350. 350. اللي كنطلب هو السوق مازال ما بانش بعدا شنو غادي. يعني حاليا باقي السوق ما واضحش. ما واضحش. حنا يلاه وصلنا الصباح مازال ما بان والو. الله يعدل من عنده. عمر يحسن مع عمر. الله يعدل من عنده. اللهم يسر. اللهم شكرا. بارك الله فيك. شكرا. هاد الحوالة شمن منطقة؟ أغبالة ديال أيت سخمان. أيت سخمان. بالنسبة للأثمنة كاين شي أثمنة مناسبة؟ كاين شي شوية وصافي راه كاين الصير هذا العام بزاف. الدعم اللي قالوا لينا راه ما عطونا والو. كاين اللي عنده 400 دراس 500 دراس كيعطي 10 الخناشي ما كافي لهم. والمازوت الصاير راه ترونسبور غالي بزاف، وهذا الكرا راه غالي حتى هو. كلشي راه هذا العام راه مزير الفلاحه مزيرين بزاف. يعني اصلا الاثمنه واصلين عندك الحوالة هنايا؟ كاين 320 340 200. تقدر تورينا اذا الحاولي 340؟ ايه كاين. توري هنا؟ كاين كاين. هاجي نوري لهم راه كاينين هنا. ها هما كاينين هنا. وهنايا بلاتي هذا. بسم الله. اجي 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 اجي. بسم الله. دابا هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 190. 190. 190 اه. تبارك الله. دابا هذا العام اللي فات شحال كان كيعمل؟ كيعمل بين 140 150 120. يعني كاينه الزياده. كاينه الزياده وانا غير الصاير اللي زايد ماشي معنى الفلاحه اللي زايدوا هذا الثمن. وهذه السياره اللي كاينه بزاف. هذا شحال هذا ستيتو هذا؟ هذا تا هو 190. هذا ب 190؟ تا هو هذاك 190. تبارك الله. تبارك الله. اي والله الله يعدل من عنده. اللهم يسر. اللهم يرحم والديك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا الحواله شمن جهه من جهه؟ خنيفره. خنيفره. واه. كاين شي مليح كاين شي اثمنه مليح. مليح كاين السلوك كاين كل شيء كاين الحمد لله. هذا العام هذا كيفاش كيبان لك الاثمنه؟ كاين الثمن شويه مرتفعه. كاين شويه الغلا. دابا هنا شحال الاثمنه اللي واصله عندك هنا؟ هنا واصله 2000 درهم. 2000 درهم. 2000 درهم. يعني الرصد السوق. السوق بهذا هنا 2000 درهم 2100. تقدر تورينا الحوالي 2000 درهم؟ اييه. بسم الله. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 2000 درهم. رجع صافي الله يرحمه. هذا الثمن ديالو 2000 درهم. 2000 درهم. والعام اللي فات هذا شحال يقدر يكون؟ هذا 150. يعني 500 درهم زياده. تقريبا زياده هذا العام. مشكله في الشتاء. والمازوت وكل شيء مرتفع دابا. حيت دابا كان وصل هنا ب 4000 درهم في الكاميو، هذا العام وصلنا 5000 درهم 6000 درهم. يعني الكاميو كان كيوصلكم 4000 درهم دابا جاكم 6000 درهم. 6000 درهم.
دابا الدرويش ملي كيجي وتقول له هاد الاثمنه هادي كنقول له الله يحسن العوان الجميع، راك واحد غادي يعيد ان شاء الله، ولكن غادي يعيد بواحد الثمن. اقل ثمن، اقل ثمن عندك؟ اقل ثمن كاع 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 2000 1500 1500 1500 كاين هنا 1500 وريهمنا كاين على بسم الله بسم الله. العام الاول بحال هادي شحال الثمن هذا؟ كاين هذا شحال الثمن ديالو؟ 1500 1500 العام اللي فات شحال كان الثمن ديالو؟ 1000 1000 درهم 1000 درهم 1100 1050 المهم على حسب. يعني كاين الصراحه كاين الصراحه اثمنه هذا العام مرتفعه من كل جهه، من العلف من الكاميو من كل شيء مرتفعه. والله يعدل من عنده، اللهم يسر وتعسر. ارحم والديك، بارك الله فيك، الله يعزك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.